صباح الخير يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مدينة كوفمبو في جمل بسيطة ومختصرة، وهنتطرق إلى المعبد المصري الجميل الذي يعود للفترة اليونانية الرومانية بها. نبدأ ونقول أن كوفمبو بتبعد عن مدينة أسوان حوالي 45 كيلو في اتجاه الشمال، وذكرت في النصوص المصرية القديمة باسم نبيت، ربما تعني الذهبية. الاسم تطور في القبطية فأصبح نوبو، وفي العربية أصبح أمبو، وأضيف إليه الكلمة العربية الدالة على الموقع الأثري أو التل، وهي كلمة كوم فأصبحت كومومبو. المدينة بتمتاز بموقع جغرافي فريد من نوعه، فهي تقع عند الانحناءات الكبيرة التي صنعها نهر النيل، كذلك تقع بالقرب من طريق القوافل المتجه إلى النوبة والواحات، وإلى الشرق منها يوجد طريق يؤدي إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية. يعني تاريخها يعود إلى بواكير التاريخ المصري القديم، وما زالت أطلال المعابد القديمة وأطلال المدينة القديمة توجد في الناحية الشمالية والغربية من كومومبو، ولكن المعبد الرئيسي بها الآن هو معبد مصري يعود إلى الفترة اليونانية الرومانية، بدءا من بطليموس الخامس حتى آخر الإنشاءات التي تمت في المعبد عن طريق الإمبراطور الروماني ماكسيموس. المعبد فريد في كونه عبارة عن معبدين في إطار مكاني واحد، أو معبد مقسم إلى قسمين بالتساوي، وهذه يعني خصيصة يمتاز بها المعبد عن بقية المعابد في مصر، ويرجع ذلك إلى الصراع الذي كان بين الإله سوبك وأخوه الإله حورور، والذي انتهى بالمصالحة ما بينهم، وكان لكل إله ثالوثه المقدس. انتهى هذا الصراع بالمصالحة ما بينهم عن طريق إلهة الحق والعدالة ماعت، وعلى أن يتم طبعا قسمة المعبد ما بينهم. ويعني هذه القسمة مسجلة في منظر فريد جدا في المعبد من الداخل. نجد أن للمعبد كان له صرح وقد سقط بسبب نهر النيل، ويعني المعبد فريد من نوعه من الناحية المعمارية، وأيضا المناظر الموجودة على جدرانه تشير إلى فن راقي إلى حد كبير، مثل منظر قسمة المعبد وقد تم الإشارة إليه، الذي تم عن طريق الإله ماعت ربة الحق والعدالة. كذلك هناك منظر يشير إلى الأدوات الطبية التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت، ومنظر يشير إلى الأعياد التي كانت تجرى في هذا المعبد على مدار العام. كذلك يوجد أطلال معبد الولادة الإلهية، يوجد أطلال مكسورة الإله حتحور والإله سوبك، يوجد أطلال بوابة الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، كذلك يوجد حوض لتربية يعني التماسيح الصغيرة المقدسة حديثة الولادة. دي نبذة تعريفية صغيرة عن المدينة وعن المعبد. شكرا لكم.